الحمام خاسس ومسيف ووزنه قليل، بياكل وما بيبانش عليه، ايه هي المشكلة دي؟ اسبابها ايه؟ وازاي نعالجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن من المشاكل اللي بتقابل مربي أو مربية الحمام إن هو الحمام بياكل كويس في كامل حيويته، لكن ما بيبانش عليه، وفي نفس الوقت بيفقد وزنه وبيخس لدرجة إن العظمة بتاع الصدر اللي هي موجودة في الحمام اللي هي تحت في الصدر، العظمة دي بتبقى باينة جدا ومدببة جدا، بتبقى عاملة زي السيف. عشان كده مربي الحمام بيسمي الظاهرة ديت بتسييف الحمام، يعني العظمة بتاع الصدر عملت زي السيف، فبيقول عليه الحمام مسيف. طب ايه هي اسباب المشكلة دي؟ المشكلة دي لها سببين رئيسيين: التغذية والامراض. خلينا نتكلم الأول عن الأمراض. أي مرض إذا جه للحمام بيسبب إن هو إيه؟ بيقلل في وزنه. سالمونيلا، نيوكاسل، الجدري، الفاش، الديدام. لكن في أمراض بتخلي الحمام ما بياكلش، عليها أعراض، فيها أعراض، بيموت، في أعراض تنفسية، في إسهالات، ديت الامراض دي تخليها على جنب. انما احنا دلوقتي بنتكلم ان الحمام ما عليهوش اي اعراض وفي كامل صحته وحيويته وبياكل كويس وما بيبانش عليه. ففي بعض الامراض اللي ممكن يكون الحمام في كامل صحته وحيويته وبياكل كويس وما بيبانش عليه، وفي نفس الوقت بيقل في وزنه، اللي هي ايه؟ عندنا الديدان. الديدان الداخلية اللي هي موجودة في امعاء الطائر، ديدان الاسطوانية، ديدان الشريطية، كل الديدان ديت بتسبب ان الحمام بيبدأ ياكل ويستهلك اكل كويس، لكن مفيش اي زيادة في الوزن، بل في نقصان في الوزن، لان الديدان ديت بتبدأ تاخد حاجتها من الغذاء اللي بياكله الايه؟ اللي بياكله الحمام، فبالتالي ما بيحصلش امتصاص للغذاء ده وبيستفيد منه الحمام، فبيبقى راجع على الايه؟ على الديدان. دي اول مشكلة. المشكلة التانية اللي هي بتسبب ان الحمام يكون خاسس وفي نفس الوقت بيكون في نشاطه وحيويته مش باين عليه اي اعراض تانية مرضية، اللي هي مشكلة الايه؟ التغذية. ممكن حضرتك او حضرتك بتأكلي الحمام كلفة مثلا او خلطة حمام ناقصة في المكونات بتاعتها، يعني ناقصة في البروتين، ناقصة في نسبة الطاقة، في أملاح معينة وفيتامينات معينة وأحماض أمينية فيها ناقصة، فكل ده بتسبب إن الحمام بياكلها وما بيستفيدش منها. معظمها مثلا ألياف، مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها أي غذاء، فبالتالي برضو الحمام إيه؟ ما بيستفيدش منها. طيب عشان نقدر نعالج المشكلة ديت، مشكلة تسييف الحمام، أو ما تجلناش الأول نقدر نقي نفسنا منها، نعمل إيه؟ بالنسبة للديدان لازم حضرتك أو حضرتك بتنزلي كورس للديدان كل شهر أو كل شهرين بكتير، ده بينزل شاربة مرة واحدة للحمام كل شهرين، حتى لو ما عندوش أي حاجة ما تنتظرش إن المشكلة دي تحصل، لأن الحمام عامة من الطيور اللي هي بتصاب بالديدان كتير، فبتنزل حضرتك الكورس ده كل شهر وكل شهرين. بننزل حاجات كتير يعني موجودة في الصيدلية، الألبندازول، سترات البيبرازين، ليفاميزول، ممكن في ناس بتنزل الشيح برضو بتاعنا ده عادي برضو ايه؟ مفيش مشكلة. طيب بالنسبة للأكل، هات حضرتك هتجيب خلطة للحمام أو هتجيب الكلفة بتاع الحمام من مصادر موثوقة، من مصادر موثوقة يكون فيها نسبة البروتين كافية ونسبة الطاقة كافية ويكون فيها الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي هي موجودة.
لو ظهرت عندنا المشكلة ديت طبعا بندخل بأدوية الديدان مرة واحدة، وممكن تتكرر تاني بعد أسبوع، ده لما يكون في مرض فعلا، وبندي حاجات فاتحة للشهية وحاجات بتعوض البكتيريا النافعة اللي هي موجودة في أمعاء الطائر، حاجات زي الخميرة، ممكن ندي الحلبة برضو، بندي حاجات بقى من الصيدلية زي أحماض أمينية، إنزيمات، بروبيوتيك، كل الحاجات دي بتساعد على استعادة الوزن تاني، وبيرجع الحمام لوزنه تاني. لكن النصيحة إن أنت بتدي كل شهر أو كل شهرين حاجة للديدان، بتهتم بالغذاء بتاع الإيه؟ بتاع الطائر، ويكون فيه نسبة البروتين ونسبة الطاقة ونسبة الأملاح والفيتامينات كافية، مش هتظهر لك الظاهرة ديت، وبتنتظرش ان هي ايه هتجيلك، عشان ما تستناش تجيلك وبعدين تبدأ ايه تعالج. وده كان فيديو النهاردة، هو عن مشكلة تسييف الحمام وايه هي اسبابها. عرفنا السببين الرئيسيين اللي هو التغذية والديدان، وعرفنا ازاي بنقي الحمام من السببين دول وبنعالجهم لو ظهر. واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والقاكم في تسجيل اخر. ما تنساش تعمل تسجيل في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.